أما في البرازيل فصوت مجلس الشيوخ البرازيلي أمس الثلاثاء لصالح تنحية الرئيسة البرازيلية المعلقة ولايتها ديما روسيف، ودخلت قضية تنحية الرئيسة روسيف المرحلة النهائية من المحاكمة. أقر مجلس الشيوخ البرازيلي تقرير تنحية روزيف بنتيجة تصويت 59 صوتا لصالح محاكمتها و21 ضد محاكمتها في الساعة 1:30 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك بعد نحو 16 ساعة من المناقشات. يذكر أن عملية تنحية روزيف تتطلب تصويت أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ 81 وفقا لما ينص عليه القانون، وتعني نتيجة التصويت أن روزيف متهمة بالإهمال في عملها رسميا. لا أعتقد أنها سيئة التصرف في العمل، لذا ماذا نفعل الآن؟ هذا يعد انتهاكا للدستور والديمقراطية، وذلك ليس في صالح الدولة ولا استعادة التنمية الاقتصادية. من المهم بالنسبة لنا أن نمرر الحالة الحرجة التي يشهدها المجتمع البرازيلي بشكل سريع في المرحلة الراهنة، وقد انتظر المجتمع والمواطنون البرازيليون لنحو 100 يوم لإنهاء عملية المحاكمة وإقالة روسيف، ولابد لنا أن نكملها اليوم، ثم سنجري الجولة الأخيرة لمحاكمة روسيف.